في هذا الفيديو الممتع ومن خلال هذه السيزرية القوية الخارقة، سترى بأن الصفة التي تطلق على شخص ما بأنه عنيد ولا يتراجع عن أفكاره وقراراته ما هي إلا حفنة غبار تخطفها رياح فكرك وإيمانك بسرعة الضوء وتنثرها بعيدا فوق جبال الوهم فيعود إليك بالسمع والطاعة. مرحبا أيتها الروح العميقة الدافئة، إن هذه السيزرية مخصصة ومصممة بعناية وخبرة لإقناع الشخص الذي تريده بأفكارك ومتطلباتك التي ما فيها أبدا لا ظلما ولا ضرر، وخاصة ذلك الذي تعتبره بوجهة نظرك أنه أعند وأصلب من الحجر. ولا تنسى من ضرب بعصاه حجر فانفجر من عيون الماء فيه 12، ولكن الحكمة لم تكن في الضارب أو المضروب أو الحظ أو القدر، بل كانت في ثقة فكر العبد بقول ربه أن اضرب بعصاك الحجر، والثقة التي تسمح لها أن تدعم أفكارك من شأنها أن تجعل عدوك اللدود صديقا لك وجارك. إن الحياة أيتها الروح المشرقة المستنيرة مراحل، ومرحلتنا الجديدة في استخدام السيزريات أقوى وأعظم وأخطر مما مضى وفات. نريد أن نرتقي بعقولنا وندربها على الوصول للتأمل المزمن من خلال السيزريات، التأمل المزمن الذي يجعل يومنا بالكامل عبارة عن سيطرة على الأفكار وتحكم عالي جدا في إمساكها أو أفلاتها أو توجيهها نحو ما نريد حسب الرغبة والاختيار. وكخطوة أولى في طريق الوصول لهذه المرحلة، لن نسترخي اليوم أو نغمض عيوننا الجميلة المثقلة، وبهذا نكون قد كسرنا أول حاجز كان يواجه المتمرسين والمبتدئين في تلك المرحلة معنا. ستبدأ السيزرية بعد 7 6 5 4 3 2 1. إن كنت لا تريد ظلما ولا أذية فقرارك وأفكارك وحدها هي التي ستنتصر الآن. محيطك الطاقي الذي تتواجد فيه الآن هو مملكتك. كل ذبذبات المكان تنصاع لأمواج فكرك الحر كحبات رمل شاطئ أبيض يلعب بها المد والجزر. اسمح لعيناك أن تنظر أينما ترتاح ويعجبها النظر.
واسمح لأذناك أن تسمع صدى كل الأصوات الممكنة في الخلفية. اسمح لجسدك أن يفعل ما يريده بأريحية، أن يجلس أو يستلقي أو يتكئ أو يمشي في شوارع ترابية ضمن منطقة ريفية. أنت حر وكل ما فيك يتحرر. أنت ترتقي وقدرتك الفكرية أصبحت أقوى وأخطر. أنت حر وكل ما فيك يتحرر. أنت تسيطر على أفكارك، وفي نعيم ثقتك بها تتمختر. أنت حر وكل ما فيك الآن يتحرر. أنت ترفع قوة ذبذبات أفكارك الآن لتتحكم حتى بأصحاب المناصب أو المنبر. سواد عيناك الآن يصبح أزرق، أصفر، أخضر، أحمر، وكل قواك الخفية تتحرر. تأخذ نفسا عميق وتستحضر أمامك وفي خيالك شخص تريد إقناعه بأفكارك وإخضاعه لأوامرك. شاهد وجهه ودقق على تعابيره والتفاصيل. راقب حركات جسده وفمه وما ينطق من أقاويل. ساكن هو الآن، وتحت قدماه خيط يشبه الفتيل. يمتد إليك هذا الفتيل ولا يبعد عنك طرفه إلا القليل. يبعد طرف الفتيل قدما أو نصف قدم، ويظهر في عينيه وملامحه الندم. تشعل طرف الفتيل بعود كبريت وتمشي باتجاه النار على أقل من المال. تطغو عليه هيبتك ويشعر بالخوف تارة وبالطاعة صاعقة في قلبه وغارة. ترسل إليه أفكارك وما تطلب الآن، وتجبره نار فتيلك على الطاعة وعقد اللسان.
يستقبل أفكارك وأوامرك ويتقبلها، وكأنه أكثر من يؤيدها. تقترب أكثر منه نار الهيبة والثأر، والعنيد يصبح أمامك كالفأر. طاقته تخمد وتضعف، وطاقتك تنفجر وتعلى، والنار تقترب وتقترب، ورؤوس أصابع قدماه تكاد أن تشتعل وتلتهب. يبكي ووجهه أحمر، بالعرق تكدر، يتوسل أكثر، ويرجو منك أن تطفئ نارك قبل أن يحترق. يعدك بالحب والود والطاعة، وأن ينفذ أمرك في الحين وفي الساعة. ثم تملأ من ماء دموعه كأسا، وتصبه على النار ما بين قدميه، فتخمد وتنطفئ. يقبل رأسك ممتنا ويبتسم، وتسقط من عينه اليسرى دمعة، ويدرك أنه إن عاد لعناده سيحترق ببطء مثل الشمعة. وبين حين وحين لم يعد يجرؤ على أن يخالفك الرأي ذلك المسكين. فهنيئا لك على ما وصلت إليه من تحكم في قوة الفكر، وبئسا لكل جاهل عنيد يجبرنا على أن نمسح ذاكرته ونأخذ بالثأر. ستنتهي الجلسة بعد 1 2 3 4 5 6 7، ولا تنسى الاستمرار عليها لمدة 7 أيام، رغم أنني واثق جدا بأن النتيجة المبهرة ستكون في أقل من هذا. ولا تنسى أن تخبرنا بنتيجتك معنا في التعليقات وفي صفحتنا على إنستغرام، رابط الصفحة في صندوق الوصف. أحبك جدا، إلى اللقاء.